بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بأفضل صحة وعافية. نستكمل معكم محاضراتنا اللي مساق مبادئ محاسبة مالية 1. وبعد أن تعرفنا أو شرحنا الفصل الأول مدخل إلى علم المحاسبة، وشرحنا في المحاضرات السابقة الشابتر الثاني وهو تحليل العمليات المالية، وتعرفنا على تحليل العملية المالية وأنواع الحسابات ودليل الحسابات وكيفية تحليل العمليات المالية وفقا لأسلوب معادلة الميزانية. سوف نتطرق في هذه المحاضرة بإذن تعالى للفصل الثالث والمحاضرة السادسة وهو تسجيل العمليات المالية، وسوف نتعرف على مصادر القيود المحاسبية والدورة المحاسبية، ونتعرف على نظام القيد المزدوج وأنواع القيود المحاسبية، وسيكون هناك أمثلة شاملة بإذنه تعالى. طبعاً بتوجب على المحاسب بعد قيامه بتحليل العمليات المالية، وطبعاً عرفنا كيف إحنا بنحلل العمليات المالية في المحاضرات السابقة، إلى طرفيها المدين والدائن أن يقوم بتسجيل هذه العمليات في دفاتر محاسبية مخصصة. طبعاً مع التأكيد على أنه لا يمكن للمحاسب أنه يسجل أي عملية مالية ما لم يكن هناك أي مستند يؤيد صحتها. أيضاً المستندات التي يتم منها تسجيل العمليات المالية تسمى قيود أو تسمى مصادر القيود. طبعاً القيد هو تسجيل أو تقييد العملية المالية. طبعاً تجدر الإشارة إلى أنه هناك أكثر من نظام يعتمد عليه في تسجيل العمليات. أما أكثر الأنظمة شيوعاً واستخداماً في الحياة العملية هو نظام القيد المزدوج، طبعاً سنتعرض له خلال هذا الفصل. طيب نيجي على مصادر القيود المحاسبية. تصنف مصادر القيود إلى مجموعتين، في عنا مصادر غير مباشرة وفي عنا مصادر مباشرة. طبعاً المصادر غير المباشرة هي المصادر التي تستخدم كوسائل لإثبات للعمليات ولا تعتبر مصدراً معتمداً للتسجيل من واقعها في الدفاتر المحاسبية، إنما يجب تفريغ محتوياتها في أحد المصادر المباشرة. طبعاً تصنف المصادر غير المباشرة لمجموعتين سوف نتعرف عليها. أما التصنيف الثاني لمصادر القيود اللي هو مصادر مباشرة، تسمى أيضاً مجموعة المستندات الرئاسية، حيث تعتبر المصدر الرئيسي للتسجيل في الدفاتر المحاسبية، وبيتم تفريغ محتويات المصادر غير المباشرة في أحد مستندات هذه المجموعة، ومن واقعه تسجل العملية في الدفاتر المحاسبية. طيب نيجي على المجموعة الأولى وهي مصادر غير مباشرة. طبعاً المصادر الغير مباشرة تنقسم عندي لقسمين، في عندي مصادر الأوراق الثبوتية وفي عندي مصادر الأوراق التجارية. ناتي لمصادر الأوراق الثبوتية، في عندنا الإشعار المدين وأيضاً الإشعار الدائن والفاتورة. ما المقصود بالإشعار المدين؟ يقصد بالإشعار المدين هو إشعار يرسل للعميل لإشعاره بأن مطالب الشركة قد زادت كما في حال شرائه بضاعة على الحساب. أما الإشعار الدائن هو إشعار يرسل للعميل لإشعاره بأن مطالبة الشركة قد نقصت من هذه كما في حالة أحد سداد العميل لجزء من الدين الذي عليه. أيضاً المجموعة من مجموعة الأوراق الثبوتية اللي هي الفاتورة. الفاتورة هي كشف بيتضمن بيان تفصيلي بالبضاعة المباعة المشترى من حيث الصنف والكمية وسعر الوحدة والقيمة الإجمالية وطريقة السداد وموعده، مع بيان اسم المشتري والبائع إذا كانت الفاتورة مروسة. هذه هي تعتبر مجموعة الأوراق الثبوتية. أما مجموعة الأوراق التجارية، طبعاً الشيك والكمبيالة وورقة السحب. المقصود بالشيك هو سط مكتوب يتضمن أمراً من الساحب اللي هو صاحب الحساب إلى المسحوب عليه اللي هو البنك،
بأن يدفع لطرف ثالث بنسميه المستفيد مبلغ محدد من المال بمجرد الاطلاع. أيضا من مجموعة الأوراق التجارية اللي هي الكمبيالة، هي صك مكتوب يتضمن تعهدا من شخص بأنه بدفع لشخص آخر مبلغ معين من المال في تاريخ محدد، وطبعا يسمى تاريخ الاستحقاق، وبكون في كفالة شخص أو شخصين حسب مقتضى الحاجة. نيجي على ورقة السحب. ورقة السحب هي صك مكتوب يتضمن أمرا من شخص لشخص آخر بأن يدفع المدين إلى طرف ثالث مبلغ من المال في تاريخ محدد يسمى تاريخ الاستحقاق. إذن المجموعة الأولى اللي هي مصادر غير مباشرة في عنا تنقسم لقسمين، اللي هي مجموعة الأوراق الثبوتية، ثانياً مجموعة الأوراق التجارية. مجموعة الأوراق الثبوتية حكينا في عنا إشعار مدين وإشعار دائن والفاتورة. أما مجموعة الأوراق التجارية فهي الشيك والكمبيالة وورقة السحب. بعد ذلك نأتي إلى المجموعة الثانية وهي المصادر المباشرة. طبعاً المصادر المباشرة كما عرفناها هي مجموعة المستندات الرئيسية اللي حيث تعتبر المصدر الرئيس للتسجيل في الدفاتر المحاسبية، وبيتم تفريغ محتويات المصادر غير المباشرة لهذه المستندات. طبعاً هذه المستندات تتضمن هذه المجموعة المستندات الثلاث التالية: الأول مستند القبض، أيضاً في عنا مستند الصرف ومستند القيد. مستند القبض وهو المستند الذي يحرر عند استلام مبلغ من المال سواء كان نقداً أو بالشيك. أما مستند الصرف أو بنسميه الدفع هو المستند الذي يحرر عند دفع مبلغ من المال نقداً أو بشيك. أما بالنسبة لي مستند القيد هو المستند الذي يحرر عند حدوث أي عملية على الحساب كشراء بضاعة أو بيعها أو شراء أثاث على الحساب وهكذا. بعد ذلك يجدر بالذكر أو الجدير بالذكر أن المحاسب يقوم بعمله وفق خطوات متسلسلة بنطلق عليها محاسبياً اسم الدورة المحاسبية. هذه هي الدورة المحاسبية. الدورة المحاسبية بتعكس الدورة المحاسبية الخطوات الواجب اتباعها من قبل المحاسب للبدء بالعملية المالية وإتمامها، حيث تمر بخطوات عديدة. طبعاً بالترتيب الخطوة الأولى هي إعداد المستند المؤيد لصحة العملية المالية، وطبعاً بتكون متمثلة في أحد المستندات الرئيسية. أما الخطوة الثانية وهي تفريغ محتويات المستند، وذلك بالتسجيل القيد في دفتر اليومية العام. ثلاثة هو ترحيل القيود من دفتر اليومية العام لدفتر الأستاذ العام وترصيدها، وسوف نشرح ذلك بإذنه تعالى. أيضا الخطوة الرابعة هي إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات الجردية. أما خامسا إثبات قيود وإعادة ترصيدها. نستكمل بعد ذلك. أيضا سابعا إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية وتصحيح الأخطاء إن وجدت. ثامنا تسجيل قيود الإغفال للمصاريف والإيرادات. وتاسعا إعداد الحسابات الختامية وصولا إلى نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة. عاشرا طبعا بيتم إعداد قائمة المركز المالي اللي هي الميزانية العمومية للمشروع. والخطوة الأخيرة وهي الحادي عشر تسجيل قيود لإغفال الحسابات الميزانية أو بنسميه إغفال الدفاتر. طبعا الشكل هذا هو باختصر الدورة المحاسبية، هي عبارة عن 11 خطوة من التي تعكس الدورة المحاسبية. بعد ذلك سوف نتطرق إلى نظام القيد المزدوج. طبعا نظام القيد المزدوج هو بيعرف على أن كل عملية مالية لها طرفان، أحد هذا الطرف بيكون مدين والطرف الثاني يكون دائن وبنفس المقدار.
طبعا بيعتبر نظام القيد المزدوج أكثر الأنظمة شيوعا في تسجيل العمليات المالية. طبعا في هناك ما يعرف بنظام القيد المفرد، والذي يهتم بتسجيل طرف واحد من العملية، إلا أنه لا يستخدم إلا نادرا وفي ظروف استثنائية. لذلك سوف نقتصر الحديث والتطبيق على نظام القيد المزدوج. ومن تسمية هذا النظام يتضح أن القيد أو التسجيل سيكون مزدوج الجانبين، أي أن كل تسجيل لأي عملية مالية يجب أن يتضمن جانبين متساويين في القيمة، أحدهما محاسبيا يسمى مدينا والآخر يسمى دائنا. طبعا لتوضيح ماهية القيد المحاسبي، على سبيل المثال في تاريخ 5/1 اشترت شركة أبو حزين أو شركة ما أثاثا بقيمة 2000 دينار نقدا. كيف إحنا بدنا نحلل؟ طبعا تحليل هذه العملية، في عنا إحنا اشترينا أثاث، طب إحنا لما نشتري أثاث حيزيد عندي حسابي المدين، وكيف إحنا اشترينا الأثاث؟ اشتريناه نقدا، فحيقل عندي حساب النقدية وحيكون دائن. إذن الحساب المدين عندي هو الأثاث والحساب الدائن هو النقدية. طيب كيف إحنا بنختصر هذا بقيد؟ كلمة المدين بنستبدلها بحرف من، يعني حيكون من حساب، وكلمة الدائن بنستبدلها في بحرف إلى، وكلمة حساب حنختصر إلها حرف الحاء. كيف يعني حيكون القيد؟ هاي ملاحظين العملية السابقة حيكون من، يعني اللي هو مدين حساب الأثاث، فإحنا مش اختصرناها من ح وهي داش الأثاث. طيب الدائن مش حكينا الدائن حساب النقدية، فكلمة دائن اختصرناها لإلى، والحساب اختصرناها لحرف الحاء سميناها إلى حساب النقدية. طبعا المبلغ بنكتب قبل الحساب، هيكون 2000 من حساب الأثاث، 2000 إلى حساب النقدية. طبعا لنواحي تنظيمية احنا ايش بنعمل؟ انه مراعاة انه الجانب المدين بسجل في بداية السطر، اما الجانب الدائن مش تحت على طول، لا بنوسع هيك في فراغ، بنخلي في فراغ وبعد كده بنكتب اللي هو الجانب الدائن. ايضا ازاحة نحو اليسار حتى لا يكون تحت الجانب المدين مباشرة. اذا هذه هي عملية او تسجيل القيد. شايفين ملاحظين 2000 من حساب الاثاث هيسيبنا فراغ هنا، ازاحة لليسار 2000 الى حساب النقدية. طب هاي في عنا مثال شامل لشركة المجد، هشوف احنا كيف بنسجل هذه العمليات المالية بطريقة النظام المزدوج. في تاريخ 7/2 اشترت الشركة بضاعة على الحساب من محلات انس بقيمة 2000 دينار نقدا. بما انه احنا اشترينا بضاعة، طيب احنا بدنا نديكم بعض الملاحظات. كلمة بضاعة في السؤال في حالة الشراء بنسميها مشتريات، أما في حالة البيع بنسميها مبيعات. يعني كل ما نشوف كلمة بضاعة على طول إحنا مش هنكتب بالقيد كلمة بضاعة، لا إحنا هنكتب كلمة مشتريات. طيب لو اشترينا إحنا أحد الأصول، يعني مثلا أثاث عقار، مثلا أثاث عقار أراضي مباني، كل هاي الأمور بنكتبها بالاسم نفسه. يعني مثلا إحنا اشترينا أثاث فخلص زاد عندي الأثاث، اشترينا عقار زادت عندي العقارات، اشترينا آلات زادت عندي الآلات، يعني مدينة حساب الآلات. أما فقط في حالة البضاعة، البضاعة بنسميها في حالة الشراء مشتريات، أما في حالة البيع بنسميها في حالة البيع مبيعات. طب نيجي على هالسؤال. سؤال اشترت الشركة بضاعة على الحساب من محلات أنس بقيمة 2000 دينار. أول حاجة طبعا العملية رقم 1 تاريخ العملية، إذا هاي ملاحظين في 7/2 طرفين العملية، مين طرفين العملية؟ اللي هم البضاعة والمدينون اللي على الحساب. إذا طب مين الطرف المدين؟ اللي هي البضاعة. طب ومين الطرف الدائن؟ مش إحنا اشترينا على الحساب من محلات أنس، هي القيد حيكون من حساب المشتريات. هاي ملاحظين كلمة بضاعة في القيد استبدلناها بقيمة مشتريات، لأنه في حالة الشراء مشتريات. والدائنون يعني على الحساب هنسميها دائنون، اللي هم محلات أنس، وهي المبلغ 2000. إذن هي كتب ملاحظة أن البضاعة المشترات تثبت في القيد المحاسبي كمشتريات.
نيجي على القيد او العمليه الثانيه. في تاريخ 8/2 سددت المحلات فاتوره الهاتف البالغه 30 دينار نقدا. احنا سددنا فاتوره الهاتف، طب فاتوره الهاتف ايش تعتبر؟ ممتازين مصاريف. اذا 8/2 بما انه نقدا، نقدا يعني صندوق او بنسميها النقديه، فالنقديه قلت عندي انا سددت الفاتوره ب 30 دينار نقدا، فاذا سددت الفاتوره فقل عندي النقديه بقيمه 30 دينار، فاذا هيكون طرفين العملية اللي هم مصروف الهاتف والنقدية. مين الطرف المدين؟ اللي هم المصاريف، ودائما دائما كل المصاريف مدينة. لما يعني نحكي لك انه دفع مصاريف كذا كذا، مصاريف اعلانات، مصاريف كهرباء، مصاريف مياه، مصاريف ايجار، كل هاي المصاريف تعتبر مدينة. طيب انا كيف دفعت هذا المصروف؟ دفعت هذا المصروف عن طريق النقدية. فاذا هاي المصاريف زادت عندي 30 من حساب المصروف. وكيف انا دفعت هاي المصاريف؟ عن طريق النقديه، فقلت عند النقديه، اذا دائن حساب النقديه 30 الى حساب النقديه. نيجي على العمليه الماليه الثالثه وهي في تاريخ 10/2 باعت المحلات بضاعه بقيمه 1500 دينار نقدا. انا ايش حكيت لكم؟ لما حد ما نشوف كلمه بضاعه بدنا نشوف الاصل العمليه، باع ولا اشترى. اذا اشترى زي ما في العمليه الماليه الاولى سميناها مشتريات. طيب البضاعة في حالة البيع إيش هنسميها؟ ممتازين مبيعات. طيب أنا بعت بضاعة، البضاعة زادت ولا قلت؟ ممتازين قلت، أنا رحت على المخازن وبعت منها البضاعة، فالبضاعة اللي بالمخازن عندي قلت. طيب لما نتقل إيش حيكون؟ مدين ولا دائن؟ تمام تمام حيكون دائن. طيب أنا بعت البضاعة إيش إجاني بدالها؟ إيش الحساب اللي زاد بدالها؟ ممتازين، أنا بعت البضاعة نقدا، فحسابي اللي بالصندوق او النقديه زادت، يعني اصبحت مدينه. فكيف القيد حيكون؟ بضاعه والنقديه، النقديه عندي مدينه لانه زادت عند النقديه، والبضاعه قلت فهي دائن. حيكون القيد من حساب النقديه الى حساب المبيعات 1500 1500. هي الملاحظه، البضاعه المباعه تثبت في القيد المحاسبي كمبيعات. طيب نيجي على العمليه الماليه الرابعه والاخيره. في تاريخ 12/2 حصلت المحلات فوائد قروضها البالغة 120 دينار نقدا. مادام احنا حصلنا فوائد يعني هذه يعتبر ايراد الايرادات او ايرادات فوائد القروض. طب مادام احنا حصلنا يعني اجاني فلوس للنقدية، فالنقدية زادت ولا قلت؟ ممتازين زادت، واللي بيزيد احنا شو حكينا يعتبر طرف مدين. فاذا حيكون عندي من حساب النقدية هيها زادت اللي هي مدينة، طبعا أطراف العملية اللي هم فوائد القروض والنقدية، فزاد عند المدين اللي هي النقدية، والإيرادات دائما تعتبر دائنة فهي فوائد القرض. إذا 120 من حساب النقدية و120 إلى حساب إيراد فوائد القروض. إذا بدنا نعيد بعض الملاحظات، إنه سواء كلمة بضاعة بدنا نرجع، إذا في حالة الشراء هتكون مشتريات، في حالة البيع هتكون مبيعات. ايضا الملاحظه الثانيه انه المصاريف دائما مدينه والايرادات دائما دائنه، فاذا هي بالسؤال هي مصاريف مدينه والايرادات هيها دائنه. طيب نيجي على انواع القيود المحاسبي. تصنف القيود المحاسبيه لنوعين، في عندنا قيد بسيط وفي عندنا القيد المركب. طبعا القيد المركب هذا النوع يصنف لثلاث انواع، في عندنا قيد مركب من الجانب المدين، وفي عندنا قيد مركب من الجانب الدائن، وفي عندنا القيد المركب من الجانبين. طبعا تعريف القيد، التعريف هو القيد البسيط هو القيد الذي يتضمن جانبيه المدين حساب واحد والجانب الدائن حساب واحد. يعني كيف حيكون؟ من حساب كذا الى حساب كذا فقط، يعني بكون في الجانب المدين حساب واحد والجانب الدائن حساب واحد، هذا بنسميه القيد البسيط. على سبيل المثال احنا شرينا سياره نقدا بقيمه 9000 دينار، هي عندي فقط حساب مدين واحد وحساب دائن واحد اللي هو حساب المدين السياره، لانه احنا اشتريناها فزادت عندي حسابات السيارات مدينه. وكيف احنا اشترينا السياره هاي؟ عن طريق النقديه، ف 9000 الى حساب النقديه، 9000 من حساب السيارات، 9000 الى حساب النقديه. فاذا يتضمن حساب واحد الجانب المدين، والحساب الدائن يتضمن حساب واحد فقط. طب نيجي على القيد المركب، هو القيد اللي بيتضمن احد جانبيه او كلاهما اكثر من حساب.
لذلك يسمى القيد المركب. طبعا القيد المركب من الجانب المدين هو اللي بتضمن جانبه المدين اكثر من حساب، لكن الجانب الدائم بكون حساب واحد. كيف يعني؟ هي احنا اشترينا اثاث بقيمه 2000 دينار، واشترينا سياره بقيمه 9000 دينار، وسددنا المبالغ نقدا. هي اذا ملاحظين احنا اشترينا، ما دام احنا اشترينا فزادت عندي الاثاث وزادت عندي السياره، فيعني اصبح حساب الاثاث مدين وحساب السياره مدين. فحيكون القيد، هي ملاحظين من مذكورين كيف حنكتبها؟ حساب الاثاث بقيمه 2000، حساب السيارات بقيمه 9000. طيب هي ملاحظين حساب الجانب المدين اكثر من حساب. طب نيجي على الحساب الدائم، احنا كيف اشترينا الاثاث والسياره؟ اشتريناها عن طريق النقديه. فاذا بنجمع 2000 زائد 9000 بدينا 11000 اللي هو الى حساب النقديه. هذا هو الجانب المركب من الجانب المدين، يعني الجانب المدين اكثر من حساب، اما الجانب الدائم حساب واحد فقط. اذا من خلال القيد السابق الجانب المدين المدين يتضمن اكثر من حساب واحد هما السيارات والاثاث، اما الجانب الدائم فيتضمن حساب واحد وهو النقديه. نيجي على القيد المركب من الجانب الدائم، يعني حاليا الجانب المدين حيكون حساب واحد، اما الجانب الدائم حيكون اكثر من حساب. على سبيل المثال شراء اثاث بقيمه 20000 دينار، دفعت نصف القيمه نقدا والباقي بالشيك. احنا اشترينا اثاث، لانه احنا اشترينا الاثاث حيكون حساب مدين ولا دائن؟ ممتازين، حساب مدين. طيب احنا كيف اشترينا هذا الاثاث؟ اشتريناه بطريقتين، اذا حيكون نصه نقدا والثاني بشيك، يعني حساب نقديه او بنسميها صندوق الى حساب البنك. فاذا القيد حيكون من حساب الاثاث الى حساب النقديه الى حساب البنك، من خلال طبعا القيد السابق الجانب المدين بيتضمن حساب واحد وهو الاثاث، والحساب الدائم بيتضمن اكثر من حساب وهما النقديه والبنك. وضحت الفكره شو يعني قيد مركب من الجانب المدين وقيد مركب من الجانب الدائم؟ طيب الحاله الثالثه او النوع الثالث، القيد المركب من الجانبين، يعني حيكون عندي كذا حساب في الجانب المدين وكذا حساب في الجانب الدائم. مثال شراء سياره بقيمه 5000 دينار واثاث بقيمه 1500 دينار من شركه الامل، سددت المبالغ نصفها نقدا والباقي على الحساب. احنا اشترينا من شركه الامل سياره واشترينا اثاث، بما انه احنا اشترينا سياره واثاث هذا حيكون في الجانب المدين. طيب ايش كتبنا؟ بنكتب من مذكورين. ايش الجانب المدين اللي عندي؟ حساب السياره 5000 وحساب الاثاث 1500، هذا هو حساب المدين. طيب احنا كيف اشتريناهم؟ هذول اشتريناهم بطريقتين، يعني الى مذكورين، نصفها نقدا والباقي على الحساب. هم مجموعهم كلهم 5000 زائد 1500 6500، فالنصف 6500 اللي هو 3250. اذا 3250 حيكون عندي حساب نقديه، و3250 حيكون دائنون لانه نصفها نقدا والباقي على الحساب. اذا من خلال القيد السابق الجانب المدين بتضمن اكثر من حساب اللي هم السيارات والاثاث، والجانب الدائن بتضمن اكثر من حساب وهما النقديه والدائنون. طبعا الملاحظات اللي انا كنت احكي لكم اياها خلال الشرح هي صفحه ملخصه. كلمه نقدا او نقديه حنكتبها بالقيد صندوق او نقديه، كلمه شيك بنك. طبعا على الحساب في حاله الشراء حيتكون عندي دائنون، في حاله البيع حيتكون عندي مدينون. اما البضاعه، البضاعه في حاله الشراء حنسميها مشتريات، وفي حاله البيع حتكون مبيعات. ايضا بدنا نحكي ملاحظه انه لو احنا اشترينا احد الاصول او بعنا احد الاصول بنكتب هذا الاصل الاسم نفسه في القيد. ايضا من الملاحظات انه كل المصاريف مدينه وكل الايرادات دائنه. ايضا ملاحظه انه كل المشتريات مدينه وكل المبيعات دائنه. هي في عندنا مثال شامل بتاريخ 1/2/2008 باشرت محلات الهدى اعمالها التجاريه براس مال قدره 20000 دينار، اودعت نصفه نقدا والباقي في الصندوق. خلونا على هذا القيد. حقيقه هي كان عندها راس مال بقيمه 20000 دينار، حطت اودعت نصه بالنقدا والباقي في الصندوق. لا على فكره هي نقدا والباقي في البنك، بدل الصندوق هي بنك.
طيب نيجي على السؤال. طيب هي رأس المال، أنا كان عندي رأس مال بقيمة 20,000 دينار، فإذا رأس المال دائن، كيف نص نص صندوق اللي هي نقدا يعني صندوق، والنصف الثاني في حساب البنك؟ فإذا إيش القيد حيكون عندي من مذكورين؟ 10,000 حساب الصندوق، 10,000 حساب البنك، إلى 20,000 حساب رأس المال. طيب اشترت محلات في 3/1، اشترت محلات بضاعة على الحساب من خالد بقيمة 2,500 دينار، احنا ايش حكينا في حالة المشتريات؟ اذا اشترينا احنا بضاعة ايش بنستبدلها بكلمة مشتريات، ممتازين. طيب ما دام احنا اشترينا بضاعة، البضاعة زادت ولا قلت؟ زادت، واللي بزيد وين حيكون؟ في الجانب المدين. تمام، اذا اشترينا احنا في الجانب بضاعة فحيكون القيد من حساب المشتريات. طيب احنا كيف اشترينا؟ ايش الطريقة اللي اشتريناها؟ على الحساب. اذا ايش حيكون القيد؟ من حساب المشتريات، وكلمة على الحساب في حالة الشراء ايش حكينا؟ دائنون. فاذا من حساب المشتريات الى حساب دائنون خالد، وبكون المبلغ 2,500. طبعا دفعنا ايجار المحلات بالغ 1800 دينار نقدا، مع انه احنا دفعنا ايجار محلات هذا مصاريف. طب وكيف الطريقة نقدا؟ احنا فتحنا الصندوق واخذنا منه 1800 دينار، فلما احنا اخذنا 1800 دينار من النقدية او نقدا او من الصندوق، فهذا حيكون في الجانب المدين ولا الدائن؟ تمام، حيكون في الجانب الدائن، لانه النقدية قلت عندي، فاذا حيكون من حساب مصروف ايجار الى حساب الصندوق 1800 1800، وحكينا دائما المصاريف حتكون عندي مدينة. طيب العملية المالية الأخرى في 5/1، باعت بضاعة بقيمة 2400 دينار للعميل سالم، نصفها نقداً والباقي على الحساب. إحنا بعنا بضاعة، بما إنه إحنا بعنا بضاعة نراجع ونأكد إنه كلمة بضاعة في حالة المبيعات، في حالة البيع تسمى مبيعات، في حالة الشراء تسمى مشتريات. إحنا بعنا بضاعة، بما إنه إحنا بعنا بضاعة زادت ولا قلت؟ نحن لما نبيع حد قل، طب واللي بقل حكينا وين بيكون؟ في الطرف الدائن. اذا حيكون الى حساب مبيعات، ممتاز، الى حساب المبيعات. طيب احنا كيف بعناها؟ احكي لي انت بعتيها نصفها نقدا والباقي على الحساب. احنا نصف قيمه هاي البضاعه سلمته نقدا، يعني زاد عند الصندوق، يعني مدين حساب الصندوق، والباقي على الحساب. ايش يعني على الحساب؟ في حاله البيع مدينون، فحيكون القيد من حساب مدينون ومن حساب الصندوق الى حساب المبيعات، كل المبلغ 2400. طب نصفها 1200 صندوق و1200 مدينون. نجي على العمليه في 7/1، دفعت مصاريف سفر وانتقال في اعمال تجاريه 200 دينار نقدا، يعني عندي مصاريف. ايش بنسميها؟ مصاريف سفر وانتقال. المصاريف دائما دائما حكيت لكم كل المصاريف مدينه، فحيكون عندي من حساب مصاريف سفر وانتقال. كيف احنا دفعنا هاي المصاريف نقدا؟ فقلت عند النقدية أو قل عند الصندوق قيمة 200 دينار، فالقيد حيكون عندي 200 من حساب مصاريف سفر وانتقال، 200 إلى حساب الصندوق. طيب نأتي إلى العملية الأخرى اللي هي في 9/1، سددت المحلات لخالد 1000 دينار بشيك و500 دينار نقدا. مش إحنا اشترينا من خالد بقيمة 2500 دينار على الحساب؟ طيب احنا ايش سددنا؟ سددنا خالد 1000 دينار بشيك و500 دينار نقدا. طبعا نرجع للقيد، ايش القيد حيكون؟ دائنون خالد. طب بما انه احنا سددنا نقدا، سددنا بشيك، فقال عندي النقد نقدا وقالت عندي الشيك، حيكون عندي دائنون اللي هم دائنون. هي خالد سددت المحلات لخالد 1000 دينار بشيك و500 دينار نقدا، فحيكون عندي من حساب دائنون خالد الى حساب هنا حيكون في عندي بنك، هنعمل تعديل على القيد، حيكون عندي من حساب البنك والى حساب الصندوق بقيمه 1000 وبقيمه 500 لحساب الصندوق. هذا القيد بده تعديل، 1500 من حساب دائنون خالد، 1000 حين حكينا بشيك لان حيكون هنا بنك، و500 حيكون عندي الصندوق، هعدله بعد ما انا ابعث لكم السلايد ان شاء الله. طيب نيجي في 10/1، استلمت محلات من سالم المستحق عليها نقدا. احنا قديش بدنا من سالم؟
سالم بدنا منه 1200 دينار، إذا من حساب مدينون سالم. سالم سدد المبلغ اللي عليه، بما إنه سدد المبلغ اللي عليه نقدا فزاد عندي من حساب الصندوق إلى حساب مدينون سالم. طيب مثال شامل اللي هم 2 فيما يلي قيودا محاسبيا سجلها المحاسب في مؤسسة الأنوار. القيد الأول 3000 من حساب المشتريات إلى مذكورين، 500 من حساب الصندوق، 1000 حساب البنك، 1500 حساب فؤاد. القيد الثاني من مذكورين 1700 حساب البنك، 1750 حساب الصندوق، 3500 حساب المبيعات. القيد الثالث 1700 من حساب الأثاث، 1700 إلى حساب مفروشات الضياء. من مذكورين 8000 حساب السيارات، 4000 حساب الآلات، إلى مذكورين 6000 حساب الصندوق، 6000 حساب البنك. وضح شرح القيد، توضح من خلاله ماهية العملية المالية المسجلة مع بيان نوع القيد المسجل. نيجي على القيد الأول 3000 من حساب المشتريات، في عندنا إلى مذكورين 5000 صندوق، 1000 حساب البنك، 1500 حساب فؤاد. طبعا هذا قيد مركب. ايش شرح العملية؟ ملاحظين انه احنا مدام مشتريات، اذا بضاعة، احنا اشترينا بضاعة بقيمة 3000 دينار، كيف سددنا هاي او احنا كيف اشترينا هاي البضاعة؟ دفعنا منها 5000 نقدا، يعني مش حكينا كلمة صندوق تعتبر نقدا، و1000 بشيك، والباقي و1500 على الحساب لمحلات فؤاد. فهمتوا كيف احنا هنشرح العملية المالية؟ بهذا المثال جايب هو القيد وحكي لك اشرح العملية المالية. فبدنا نشوف ايش المصطلحات نبدلها. المشتريات طبعا بضاعة، الصندوق نقدا، البنك شيك. اذا احنا بنطلع اشترينا بضاعة بقيمة 3000 دينار. كيف احنا اشتريناها؟ اشتريناها، تم شراء بضاعة بقيمة 3000 دينار، دفع من قيمتها 500 دينار نقدا و1000 دينار بشيك، والباقي على الحساب. نيجي على القيد الثاني. القيد الثاني من مذكورين 1750 حساب الصندوق، 1750 حساب البنك، 3500 إلى حساب المبيعات. طبعا هذا قيد مركب من جانب المدين، هي عندنا جانب المدين أكثر من حساب. من مبيعات يعني بضاعة، إحنا بعنا بضاعة، كيف بعنا هاي البضاعة؟ بعنا هاي البضاعة نصفها نقدا والنصف الآخر بشيك. القيد الثالث 1700 من حساب الأثاث إلى حساب مفروشات الضياء. طبعا بما إنه حساب واحد فقط في جانب المدين، حساب واحد فقط في الجانب الدائن، هذا يسمى قيد بسيط. إذا القيد البسيط إحنا شو عملنا؟ اشترينا أثاث على الحساب. إذا تم شراء أثاث من شركة المفروشات الضياء بقيمة 1700 دينار على الحساب. نيجي على القيد الرابع. القيد الرابع طبعا هذا مركب مدين أو قيد مركب، في عندي الجانب المدين أكثر من حساب والجانب الدائن أكثر من حساب، نسميه قيد مركب من الجانبين. 8000 سيارات و 4000 آلات، إلى مذكورين حساب الصندوق وحساب البنك. فإذا شراء سيارة بقيمة 8000 دينار وأثاث بقيمة 4000 دينار، اشترينا سيارة بقيمة 8000 دينار و 4000 دينار حساب الآلات. طبعا دفعنا نصف القيمة نقدا والنصف الآخر بشيك. وهيك احنا بنكون خلصنا الشابتر الثالث، وهو تسجيل العمليات المالية من مساق مبادئ محاسبة مالية واحد. وإن شاء الله نستكمل بعد ذلك في المحاضرات القادمة الفصل الرابع من مساق محاسبة مالية واحد معكم إن شاء الله، وبالتوفيق لكم جميعاً.